السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو عن رسم الأرض، الكرة الأرضية، لدرس الأرض. إزاي الأول نرسم دائرة بدون استخدام الأدوات الهندسية؟ لو معايا قلم الرصاص فقط والورقة، أرسم دائرة في الورقة بدون استخدام أدوات الهندسية إزاي؟ الأول أحدد نقطة هركز عليها بالعظمة اللي في هذا الصباع أو ده، على حسب قطر الدائرة كبير أو صغير. يعني أنا مثلا هركز بالعظمة وأثبت القلم على الورقة وأمسك طرف الورقة وأبتدي ألف الورقة فقط. هذا كل اللي أنا بعمله، إني أنا بلف الورقة. هنا دائرة بنسبة كبيرة مظبوط. طيب لو أنا أرسم دائرة بطريقة أخرى، دائرة برضو بدون استخدام قلم الأدوات الهندسية، باستخدام قلمين، قلم رصاص وآخر رصاص، أو قلم حبر وآخر رصاص، أو أيا كان، شيء صلب، فرشاة، أيا كان الشيء، وأبتدي أثبت القلمين في إيدي كده وأركز بأحد الأقلام في نص الورقة والتاني تثبيت خفيف، بحيث أني أنا لما ألف الورقة يرسم معايا الدائرة هكذا. تم رسم الدائرة بنسبة كبيرة جدا مظبوط. طيب لو أنا هرسم خطوط مستقيمة على أطراف الورقة، عندي مثلا طرف الورقة من هنا هرسم عليه خط مستقيم من هنا، أثبت الورقة على طرف الطاولة تكون مظبوطة كده، وأثبت القلم في إيدي على حسب الخط المستقيم ما أنا هعمله. هنا خط مستقيم، لو هعمل خط بعده تاني نفس الكلام. طيب هعمل هنا ألف الورقة وأعدل الورقة على الطاولة وابتدي أرسم الخط المستقيم اللي أنا بعمله. طيب نرجع تاني لموضوعنا، إن أنا أرسم الأرض. الأرض لو هرسمها وارسم القارات، مثلا الأمريكتين، مثلا نرسم شكل اليابسة بهذا الشكل، مثلا أمريكا الشمالية مثلا بالشكل ده. طبعا ما حد هيدور ورانا يقول يعني القارة مش مظبوطة، احنا بنرسم بس، يعني مش بنرسم تضاريس جغرافية. أمريكا الجنوبية، وهنا بعض باقي القارات، مثلا كتل يابسة. أنا أفريقيا ممكن يظهر منها جزء كده في الشكل ده في أطراف الورق دي اللي احنا رسمنا بشكل الأرض بالشكل ده. ممكن نرسمها بشكل آخر، إن احنا نرسم من جهة قارة أفريقيا نفسها، عندنا البحر المتوسط مثلا مفتوح من هنا، وعندنا قارة أفريقيا بهذا الشكل، وهنا البحر الأحمر في المكان ده، طرفين البحر الأحمر، وبعدين قارة آسيا، وبعدين الخليج العربي، مساحات المياه ومساحات اليابسة. طبعا مساحة اليابسة أقل من الثلث، أقل من ثلث مساحة الأرض. أوروبا بهذا الشكل، بعدين باقي بعض البحور في الجزر. طيب إيه اللي أنا مطلوب مني أنا أعمله في درس الأرض؟ درس الأرض في الرسم احنا اخذنا ان احنا نعمل التلوث في مرة، اليوم هنعمل
الفكرة ان احنا نحول الشكل ده تبع المدرسة التكامية، بس احنا نستخدم المسطرة ونعمل خطوط تقاطع الشكل اللي هو شكل الكرة الأرضية. ممكن ان احنا نضيف عنصر من العناصر بحيث ان احنا الموضوع يكون مميز، مش بس كرة أرضية ومساحات وخلاص، ان انا هعمل خطوط مستقيمة، ممكن الخط اللي هعمله يقطع المساحة اللي هي مساحة الأرض مثلا بالشكل ده، وممكن بس يأتي من جزء مثلا وما يقطع الباقي، يعني أنا مثلا من هنا لحد هنا وخلاص، ما بكمل الخط من هنا، وهنا هنعمل خط عندنا المساحة دي كبيرة، نحاول ان احنا نصغرها شوية. ممكن ان احنا نستعمل الخطوط الهندسية الدائرية، ان انا نفس فكرة اللف اثبت ايدي وابتدي اعمل خط يقطع الدائرة من هنا بهذا الشكل، وممكن خط اخر مثلا خلينا نقطع هنا بالشكل ده من هنا، تمام. اصبح عندي مساحات مختلفة اقدر ان انا الون فيها. هنا عندي مساحة كبيرة ممكن ان احنا ناخد فيها خط مستقيم، عندي المساحة دي ممكن برضو انها تاخد تقسيم وممكن لا، بس خلينا ان احنا نعمل خطوط منحنية دائرية في باقي الورقة بحيث ان احنا نكون غيرنا الفكرة شوي، وبعدين نلون. طبعا التلوين، التلوين زي ما كنا قلنا في الفيديوهات التانية، هنسرع ان شاء الله الفيديو اثناء التلوين عشان ما نطيل عليكم في الفيديو، انتظروا معنا. هنا بنبدأ نلون باختيار لونين من دائرة الالوان، يكون اللون واللون المكمل له. يعني لما اختار اللون الاصفر زي ما انا اخترت اللون الاصفر، اي لون بختار مع اللون الاصفر يكون مكمل له اللون المقابل له في دائرة الألوان، اللي هو أي لون مقابل للأصفر في دائرة الألوان اللون البنفسجي. طيب اللون البنفسجي بوزع اللونين في الورقة في البداية بأسلوب يعمل انسجام لوني، يعني أوزعهم على كامل الورقة في المساحة، وبعدين أبتدي اختار الاماكن اللي هوزع فيها الوان تاني. اذا انت اشتغلت بتوزيع الالوان بفكر يكون ناوي انك تحقق توازن وانسجام لوني، فتوزع الاول الالوان اللي هي اللون واللون المكمل له في دائرة الالوان. اخترت اللونين البنفسجي واللون الاصفر، لون بيكون اللون الغالب اكتر مساحات، ولون بختار مساحات اقل، واختار معهم الوان تاني. هنا مثلا انا اخترت اللون البني، هنا اي شخبطة بمشي عليها مرة تاني باللون بتختفي، وامشي عليها التاني والتالت لحد ما مل، لحد ما تختفي اي شخبطة في الورقة. هنا مثلا المساحة الكبيرة، شوف اللون في أماكن فيها شخبطة، لما تمشي عليها مرة تاني في اتجاهات مختلفة كذا بتختفي، وكل ما بتمشي عليها أكتر بتختفي. بكمل توزيع الألوان وحاول أي ديفوهات بحاول إن أنا أشيلها، أي شخبطة بحاول أشيلها. هنا التلوين ببطن القلم، يعني القلم ما يكون ماسك القلم مسكة الكتابة، يعني ما اقترب كده، انا اقتربت من سن القلم معناها ان انا عايز لون غامق. اي شخبطة محتاج ان انت تمشي عليها اكتر من مرة لحد ما تختفي، هنا بمشي عليها ارجع تاني وامشي عليها تختفي.
مسكة التلوين بتساعد على تقليل الشخبطة، يعني مسكة القلم بميل على الورقة يخلي الشخبطة أقل. بعدين بعد ما بنكمل تلوين مساحة كبيرة بنختار مساحة محتاج ان عين المشاهد تروح عليها تركيزا تركز، فبختار لون قوي زي اللون الأحمر الفوشيا اللي أنا عملته ده، لون قوي يخلي المشاهد أول ما ينزل نظره على اللوحة أنا محتاج يشاهد المكان ده عشان يقدر يتذوق اللوحة. فأنا عايز هنا حول الكرة الأرضية من خارجها وحولها، لما يشوفها أول مكان بتروح ليه العين هو اللون القوي، يعني اللون الأحمر الفوشيا أنا اخترته عشان كده يكون للوحة مركز تتشاف منه بداية لرؤية اللوحة نفسها. بعد ما بنتهي من التلوين للمساحات كلها أبتدي أحدد الخطوط الهندسية بالقلم الأسود. أنا هنا بستخدم الألوان الخشبية، ينفع إنك تستخدم قلم بألوان في المسطرة أو أي ألوان مختلفة عن الألوان الخشبية يكون واضح، لأن أنا محتاج إن أنا أأكد على الخطوط الهندسية عشان أخلي عين المشاهد تروح على مكان معين. يعني أنا محتاجه هو يشوف اللوحة مدرسة تكعيبية أو أسلوب تكعيبي، ومحتاجه يشوف مكان في اللوحة، يعني اللون الأسود اللي أنا أختاره إني أحدد بين مساحات عشان أأكد فقط على الخطوط الهندسية. لما يشوفها أنا يكون عارف هدفي من اللوحة، هدفي إن اللوحة بشكل تكعيبي أو بأسلوب تكعيبي. بنتهي من التلوين وأبدأ على طول أمسك القلم الأسود وأحدد كل الخطوط اللي عندي في اللوحة بالشكل ده. نضغط على القلم، تمسك قلم من الألوان اللي هي الفلوماستر الثانية دي وتظل وتعمل بها الخطوط اللي هي الخارجية والخطوط الهندسية عشان تأكد عليه. وبعد ما ننتهي تشوف شكل اللوحة بشكل إخراجه يعني مريح للعين. أتمنى إن يكون الفيديو أفادكم، وأتمنى إن يكون في إنتاج لأعمال أحسن من اللي كان في الفيديو. يعني لما تيجي ترسم ما ترسم لنفس اللي في الفيديو، أنت تفهم الفكرة وتنفذ حاجة يكون شكلها جميل. والسلام عليكم.